كان كل شيء يبدو طبيعيا في ليل يمليل الهادئ، لا شيء ينذر بأن ذئابا منفردة كانت تتربص بسائحتين اسكندنافيتين ولا بالمغرب الذي اهتز من أقصاه إلى أقصاه بوقع الجريمة. في الجانب الآخر كانت الشابتان تعدان نفسيهما لرحلة تنزهية إلى المغرب لعيش مغامرة تسلق جبال تبقال، بينما هنا في الظلام كان أربعة شباب يعدون العدة لتنفيذ جريمة على منهج تنظيم داعش الإرهابي. هؤلاء المهووسون بالموت والقتل الداعشي أو قل الجهاد حسب مصطلحاتهم كانوا مبتدئين، وكانت الغاية تغلب عندهم على الوسيلة، مؤمنين بأفكار جماعات الإرهاب والظلام. بايعوا الزعيم المفترض لداعش على الولاء في تسجيل مصور، هددوا من خلاله الجيش المغربي وأجهزة أمن الدولة، أعدوا العدة وانطلقوا من مراكش نحو إمليل مستغلين شساعة منطقة جبلية نائية ورواجا سياحيا آهلا بمن أغرتهم تلك المنطقة. وقعت الجريمة وحزت رقاب الفتاتين بطريقة بشعة، انطلقت الروايات تزيد وتنقص وينسج منها وحولها كل ما يخطر على الخيال، وسرعان ما خرجت الرواية الرسمية التي نسفت كل الروايات كاشفة أن السائحتين قادهما حظهما العاثر للتواجد في المكان الخطأ وفي التوقيت الخطأ، وأن الجريمة تندرج ضمن الإرهاب الفردي ولا علاقة لها بأي تنظيم إرهابي أو متطرف، لتجعل الأمر من شمس الظهيرة أوضح. توقيف المشتبهين الثلاثة كان نتاج عمل استعلاماتي حثيث، وكان نتيجة كما قلت الاستعلام في المادة الجنائية. كانوا عندنا معلومات دقيقة على الهوية ديال هاد الأشخاص هادو، الأماكن التي يحتمل ارتيادها، وكان عندنا تتبع لجميع المسارات اللي يمكن انتقلوا لها. فالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وفرت واحد المعلومة موثوق بها، وتم توقيف المشتبه فيه محطة ديال باب دكال. هذا كان عمل نتاج أمني خالص ساهمت فيه بشكل أساسي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وساعدتهم عناصر تابعة لولاية أمن مراكش في عملية التوقيف. فيما يخص الأشخاص اللي كيتلمسوا في نفسهم أنهم عاونوا المصالح الأمنية، احنا من هذا المنظور كنشكرهم وكنقولوا بأن هذا العمل الأمني راه العمل الأمني دائما هو عمل مشترك، وراه لا يمكن لإنجاح أي مختص عمل أمني دون واحد المشاركة ديال المواطنين، ولكن هذا العمل كان عمل أمني واستخباراتي خالص. هو إذن عمل إجرامي بخلفية متطرفة تلتحف رداء الدين وتندرج ضمن خانة الإرهاب الفردي، خططت لها مجموعة بلغ عدد الموقوفين فيها قرابة 20 مشتبها فيهم، وفككت السلطات خيوطها المتعنكبة بطريقة محبوكة. ضرب الإرهاب المغرب في جنح الليل، فخرج الشعب المغربي مواجها كل هذا التهديد والتآمر من طرف قوى الظلام، معلنا أنه سيظل بكل مشاربه متسلحا بالوعي والتآزر كضرورة في مواجهة الحمق والتطرف والإرهاب.